الآن مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. نقدم لكم جولتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم، وبداية مع أبرز العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد بالجلسة الختامية لمنتدى الشباب بشرم الشيخ تصدي مصر لقوى الشر بالإنابة عن العالم. المتحدث باسم الجيش الليبي ينفي وجود قوات أجنبية تقاتل إلى جانب الجيش. وتظاهرات أمريكية بنيويورك وشيكاغو لدعم تصويت مجلس النواب على عزل الرئيس دونالد ترامب. إلى تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تصدت بحزم لقوى الشر والظلام نيابة عن العالم، وأن شبابها استبسل في الدفاع عن قيم الإنسانية وعن شرفه وبلده. وأضاف الرئيس خلال كلمته بالجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة أن الشباب المصري علم البشرية كيف تكون تضحية الذات، معقبا أنهم الطاقة الدافعة نحو البناء والنمو، مشيرا أن تجربة منتدى شباب العالم خير دليل على تحويل الأحلام إلى واقع ممكن. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن التنمية عامل مهم في تكثيف منابع الإرهاب ومنع استقطاب الشباب من قبل التنظيمات الإرهابية. وأضاف مدبولي في تصريحات له على هامش منتدى شباب العالم الذي اختتمت فعالياته أمس بشرم الشيخ أن أحد أهم أركان تشكيل عقيدة الفكر الإرهابي هو الظروف القاسية وعدم توفر فرص عمل، وهذا ما نجحت مصر خلال الفترة الماضية في القضاء عليه، مشيرا إلى أن نجاحها أيضا في دعم المواطن من خلال عدد من البرامج الصحية، مشيرا إلى أن موازنة مصر حققت لأول مرة فائضا أوليا. يفتتح وزير الآثار خالد العناني وسفير فرنسا بالقاهرة اليوم فعاليات المعرض الأثري الحفائر الفرنسية في مصر، بحث تعاون ابتكار الذي تنظمه الوزارة والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالمتحف المصري بالتحرير. هذا ويقام المعرض ضمن فعاليات العام الثقافي المصري الفرنسي 2019، وسيكون متاحا للجمهور بدءا من الخميس المقبل ويستمر لمدة شهرين، حيث يتم عرض مجموعة مختارة من القطع الأثرية المتميزة المكتشفة بواسطة بعثات الحفائر الأثرية الفرنسية العاملة في مصر. تطلق وزارة التضامن الاجتماعي اليوم أول لقاء تعريفي ببرنامج فرصة، إحدى مبادراتها للتمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة بمحافظة الفيوم. هذا وتستهدف اللقاءات كمرحلة أولى التعريف بالبرنامج والفئات المستهدفة وآليات العمل به وتحقيق التعاون مع الأجهزة المختلفة نحو إيجاد منظومة متكاملة لدعم الأفراد والأسر محدودة الدخل تتيح دمج أكبر عدد منهم في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية. نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع شؤون التعليم والطلاب وأسرة من أجل مصر المركزية لقاء مفتوحا مع الفنانة ليلى علوي بشأن دور الفن في خدمة قضايا المجتمع. ولمزيد من التفاصيل إليكم في سياق ذلك التقرير. الجامعة
وقيادتها، والذي أشرف أن أكون أحد قيادات جامعة عين شمس وبرئاسة الدكتور محمود المتيني، فإننا نؤمن بوجود ترسيخ القوى الناعمة في المجتمع وتوفير السبل اللازمة لها لكي تسهم في بناء شخصية أبنائنا الطلاب وتوسيع مداركهم نحو مستقبل أفضل. مصر اللي كانت محتضنة كل العالم بعد الحرب العالمية الثانية، وإزاي كان في سلام، وإزاي كان في أمان، وإزاي كان كل الجنسيات وكل الأديان عايشين في سلام وفي محبة، بالرغم إن كان وقت فيه استعمار، ولكن والمصريين قدروا إن هم يطردوا الاستعمار ده، ولكن فضلت المحبة وفضل السلام وفضل الأمان موجود جوه كل نفوس المجتمع. حتى الغرباء فيه كانوا بيحسوا إن هم من أهل البلد دي. ندوة جديدة الموسم الثقافي والفني للجامعة النهاردة بتستضيف الفنانة الجميلة حبيبة القلوب الأستاذة ليلى علوي، هي ابنة جامعة عين شمس، في لقاء النهاردة مفتوح مع طلاب الجامعة بتقدم تجربتها ودورها الطويل وكيف صنعت النجاح برغم من كل العوائق اللي قابلتها، وفي لقاء أيضا مفتوح حول دور الفن في خدمة المجتمع وخدمة الوطن، إزاي يكون دور الفن إيجابي، إزاي أنه يرقى بالمشاعر ويرقى بالإنسان الإنسان، وإزاي أنه جزء رئيسي من أعمدة بناء الدولة المصرية وبناء الإنسان معنوياً وروحياً من خلال التعليم الجيد والثقافة الجيدة والفن الجيد. تجربة كبيرة ويعني فنانة قديرة، هي ابنة لجامعة عين شمس لكلية التجارة جامعة عين شمس، واليوم بتأتي مكرمة لجامعة عين شمس كنموذج للنجاح اللي احنا بنتمناه لكل الطلاب اللي بيملأوا القاعة النهاردة. دكتور يحيى الفخراني خريج جامعة عين شمس، وناس كتير قوي من الفنانين والمخرجين خريجين عين شمس وابتدوا حياتهم في مسرح الجامعة وطلعوا من مسرح الجامعة شافوهم لأن بيعملوا حفلات ومسرحيات وندوات، شافوهم المخرجين وشافوهم المنتجين، ومن ده اشتغلوا في الحقل الفني. فهو من المسرح الجامعة، أنا ابتديت في مسرح المدرسة وكملت، وأعتقد ده يعني الاهتمام بمسرح الجامعة وبالفنون للطلاب ده مهم جدا 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 وبيؤدي لأشياء كتيرة. واقتصاديا، استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات كافة، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 0.25%، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07%، وشملت الارتفاعات أيضا المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 0.14%. نفى المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في تصريحات إعلامية وجود قوات أو عناصر أجنبية تقاتل إلى جانب الجيش الليبي، وأكد أن قوات الجيش الليبي تحقق تقدما على أكثر من محور، بالإضافة إلى وجود اشتباكات لدخول العاصمة الليبية طرابلس، متابعا أن المعركة الآن على تخوم العاصمة، كما شدد على أن الجيش الليبي يخوض معركة دقيقة مع ميليشيات وسط مناطق آهلة بالسكان. أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية أن بلاده لا تسعى إلى زيادة قواتها في سوريا، ونقلت وكالة أنباء روسية عن المسؤول العسكري قوله في كلمة أمام الملحقين العسكريين الأجانب أنه ما يوجد في سوريا اليوم من قوات روسية يكفي لتقديم المساعدة الفعالة للجيش السوري في حربه ضد المنظمات الإرهابية الدولية. وحول إرسال روسيا مزيدا من وحدات الشرطة العسكرية إلى سوريا، قال إن زيادة الشرطة العسكرية إجراء مؤقت. دعا النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إلى الابتعاد عن سياسة تشديد العقوبات ضد جنوب السودان. ونقلت وكالة أنباء روسية عن بوليانسكي دعوته لكرافت إلى الابتعاد عن سياسة العقوبات الأحادية الجانب. وقالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن
إنه إذا كان قادة جنوب السودان غير قادرين على الامتثال للأحكام الأساسية لاتفاقهم، فيجب أن ينظر مجلس الأمن في نظام عقوبات أكثر جدية وفرض عقوبات جديدة. ويذكر أن رئيس جنوب السودان أعلن أمس التوصل لاتفاق مع زعيم المعارضة على تشكيل حكومة وحدة انتقالية وطنية. تظاهر المئات من الأمريكيين في نيويورك وشيكاغو لدعم تصويت مجلس النواب على عزل الرئيس دونالد ترامب. وذكرت مصادر إعلامية أمريكية أن المتظاهرين رفعوا شعارات مؤيدة لعزل ترامب من منصبه. وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيوليسي قد أعلنت أن المجلس سيصوت اليوم على توجيه قرار اتهام إلى ترامب بهدف عزله على خلفية القضية الأوكرانية، مضيفة أن إساءة استغلال ترامب للسلطة لتحقيق منافع سياسية لا يترك لهم خيارا سوى التحرك. وجدير بالذكر أن الديمقراطيين يتمتعون بأكثرية في مجلس النواب، وبذلك سيصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي يخضع لإجراء العزل بعد أندرو جونسون وبيل كلينتون. وإلى أخبارنا الرياضية، يقص نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح شريط مشواره في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر، عندما يواجه مونتيري المكسيكي في 7:30 مساء بملعب خليفة الدولي، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة. ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز في المباراة من أجل الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية والحفاظ على أماله في حصد اللقب الثالث هذا العام بعد الفوز ببطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، فيما حجز مونتيري مقعده في الدور نصف النهائي بعدما تغلب على السد القطري بنتيجة 3-2. تأهل فريق أستون فيلا المحترف بصفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه للدور قبل النهائي بكأس كاراباو بفوزه على ضيفه ليفربول بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس بدور الثمانية. سجل خماسية أستون فيلا كونرون هوريان ومورغان بويز وجوناثان كادوجا هدفين، وأخيرا ويسلي مورايس هدف. يحتضن ملعب كامب نو في 9 مساء اليوم مباراة الكلاسيكو التي تجمع بين ناديي برشلونة وريال مدريد في اللقاء المؤجل من الجولة 10 من مسابقة الدوري الإسباني الليغا. ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على ريال مدريد صاحب الوصافة. وتعتبر هذه المرة الأولى منذ موسم 2009-2010 التي يخوض فيها عملاقا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة مباراة الكلاسيكو وهما متساويان تماما بعدد النقاط. وفي نهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم نذكر حضراتكم بأهم ما ورد فيها من أنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد بالجلسة الختامية لمنتدى الشباب بشرم الشيخ تصدي مصر لقوى الشر بالإنابة عن العالم. المتحدث باسم الجيش الليبي ينفي وجود قوات أجنبية تقاتل إلى جانب الجيش. وتظاهرات أمريكية بنيويورك وشيكاغو لدعم تصويت مجلس النواب على عزل الرئيس دونالد ترامب. قدمنا لحضراتكم جولتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم من ميساد، شكرا لكم مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء.